سارة باش تنجح شنو اللي لازمك؟ لازمني ذاكرة قوية. صحيت عايش بنتي هكاك نحبك. علاش لازمتك؟ شنو اللي لازمتك؟ الذاكرة، الذاكرة القوية. باهي مش مشكل. الحيوان المصور على الصورة هذه والسبورة هذه نقصد شنو هو اسمه؟ جرانة. لا خطا، هذا خطا غلط، اسمها ضفدعة. بالحق ما في باليش والله نستخيلها جرانة. لا 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 انس 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 هذيك انس به باش نتعداو لدرس الانجليزيه. حاضره ماهو؟ حاضر. به ياسر. الحوته اش اسمها بالانجليزيه؟ فيش. جود جود فيري 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 جود. به كي يبدو عندك حوتين دوبل فيش. دوبل فيش هكا يا ساره؟ انا نقري في الالكتريسيتي. دوبل فيش دوبل فيش عليك يا ساره. جيت نعوم الموج قلبني على جيت نعوم الموج قلبني على جيت نعوم الموج قلبني جيت تعوم ولا تغرق اش دخلني فيك؟ كيفاش قاعد تعمل؟ كنت قاعد نغسل راهي نغسل في اللونات ريت ندوش لها. شتي نحلف عليك عندك عمي ما دوشتش انت قايم دوش اللونات. يا عجبي على خاطر النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. حتى أنا الراف الشواطن قاعدة تدور بيا تو. يا فهمني يا معلم باش نعمل انا ما نجمش خاطر ندوش هكايا نهار الوقفه وكل شيء العادات والتقاليد هذه انا ما نحبهاش. عندي واحد صاحبي ولاكو دوش نهار الوقفه قام الصباح يلقى اللوسي في الدار فهمتي؟ وهذا عيد صغير ماهوش عيد كبير بيه اون بليس كسا الدوش ماهوش تبع العادات والتقاليد. يا معلم النظافه في القلب سافا مش في الابدن اون بليس كسا سنا العيد هذا سبيسيال على الاخر. ايش فيه سبيسيال فهمني ترى اقرب. قال لي راهي تعرف قاعدة هكايا بيناتنا الناس كل راه قال لك سنا العيد باش يجي ديريكت مو بعد رمضان. كل حد بعد رمضان؟ عليه في العادة وقتاش يجي هو؟ والله ما نعرف يظل يجي في مارس ولا في افريل. تعرف كيفاش؟ يقلب منظرك من قدامي. خلنا نعمل تشليلة. يقلب منظرك من قدامي طير طير برسمك طير جنح فيه عيد التقاليد. قولولو 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 قولو نجا يا اخوي نجا نجا يا اخوي سمعت حاجة؟ لا اوكي تو تشمل تشمل شو هذا؟ الله يبارك فيك. هذه اخر بارفان خرج ب 2050 من سوق العصر. 2050 من سوق العصر؟ اي شو تشم؟ شادك ما تشم؟ مالا شنو غدوه عيد زي منور روحي ماك تعرف. لا منور باذن الله. هي. تعرف منين عاملينها هذايا؟ وين؟ من روح لجرلو. تعرف شكون عملها هذايا؟ هذايا مسيو مسيو روجارا هذايا عنده 12 يوم في روجارا باش يخرج لك الروح هذايا بتاع لجرلو باش انت تتفوح بيه. بعدين باش نقعد نحكي. هذه روح لجرلو هذه. 2050 من سوق العصر هذايا يمشي عليه يا صاحبي قال لي 2050 يا ودي انسي برصبك انسي براح بتقول براح بتولي انسي يا معلم انا عمال تعمل في البرفان بجيب 2 مليار وانت تقول لي 2 مليار عليه مصنوع بالنووي 2 مليار اسمع الصعود بس اسمع تبريد عن الحكاية هذي انا ما يصيرش في بالك يا ودي تعرف شو يعملوا لك يهزوك يعرفوا مراحل حياتك ومن بعد يجيبوا بسيكياتر يحكي معاك باش يعرف نفسيتك وبعد يهزوك لبسيكولوج باش يتكون لك في مخك كيفاش انت باش تتقبل البارفا هذاك ومن بعد يهزوك التورنار تورنار جوست تعدى من قدامه وتجيب تشوف الحاله النفسيه نتاعك بعد يخرجوا لك يخرجوا لك البارفا نتاعك تورنار باي
انا كي نشوفهم مراحل حياتي تعطيني مو بتحشرات زهر ونعرفه خوي تعرفه بعد اما هيرا برفان ولا نشوف على المولاي المولاي كل تخدم هكا ولا تخدم القوش ولا الدروات ديما تمشي بالضبط برسمك لقاش عندك 10000 شنو هي 10000 ايش عم بيها 10000 باش نهز طيحت في اللقاء في الحومه فما كان شو اسمه جمل جمل ها جمل حاب نتصور بالجمل مع جمل تتصور ب 10000 هو كريستيانو اللي كور شو اسمه ذاك اللي كور اي كريسوانو كريستيانو 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 تي كريستيانو هذيك الكل ريتو تو انصامبل كي تتراه بالضبط وتجيب عجب وتتصور بليش والله معاك وبمزيه بليش جمل اللي تصور معاه ب 10000 والله اقنعتني خويا لا اقنعتك تقنعني برا خويا ما احلى فريقك برا بدل ساعه بساعه يرحمك والله تعب والمولاد مقلقيني برا خويا غاديك مولي اي به هولاك وسامحني صاحبي بلا سامحني خويا البيه نقص عندك 10000 قبل ما نمشي برا تي برا ينام طلع على ابليس ايش بيك انت زاده يا سنيه هذه زاده ليست باش تشري بهم حاجات نتاع العيد اي ماني شريتك حوايج العيد اللي قنصي لك كل يوم حوايج العيد انا يا اخي نسيتي وكان حوايج مالك شنو هو شنو هذا شامبون شامبون هكا يكتبوها شامبون ما هو ماجيسكيل تبدا من الاول شامبون ب 52 دينار عليه الشخص اللي بيهم ذنوبك ايه ايه مانيش سفر انت ساعدت عليا هكا تسر ولا ناجح وكان عجبك سافا لا ماني سافا تعرف كيفاش باه يدلل هذاك ربي شعطاني تعرف كيفاش عبيد يعطيها وسخ الدنيا فلوس وانا ربي يعطيني وسخ الدنيا اخواتي تير محلى فريقك برا شد جره خوك برا اوه الليله الزرقاء شي عديها يميمتي جابوا لي الفشله يا هولاكو هولاكو اسمعني اسمعني تو تقابلت انا وساره قالت لك برسمك ما نلقاش عندك 10000 قلت لك برا انت يا ساره برا مش يقلب سارة برسم زي شوي شو هذي هل لونات منين جاتك اسمعني انا الوحيد في المنزل هذي يلبس لونات راهو فهمت ايش يهمك فيها شريتها لها انا مع الشامبون ولا شامبون شامبون يا سوس سوجي المعلم وانا معلم زين السعودية تي ليه هذا المعلم نتاع العيد الكابيو تي اسكتوا ما نخلي اسمعوا هو اول يوم من شهر شوال الموافق لأول يوم لعيد الفطر لهذا وليه قدولك سارة الله يخسر شبيك مش فرحان غدوة العيد يا ودي انتي ما تفهميش لك بالعربية الفصحى قال لك غدوة الحي رن اليوم شفنا الهلال الفطري لأنه ال ايه فطري شامبينيون هو يا ودي ليه فسر له الهلال معناها العيد بعدها كي يشوفوا الهلال معناها العيد غدوة غدوة العيد الليلة عيد 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 أي كل عام صحيح بخير ولكو إن شاء الله فرحتك ولكو مش فرحتك يا سوى شوي نجح خوي يا بيه إن شاء الله تعب المشروع في العيد تبيع الحلو كل بسط ريت بخواتك ديما يعملوا معايا كيكة خاطر انا نحبك انت اكثر واحدة سرورة تحفونا ان شاء الله كل عام وانت حي بخير بيزو بونسوار وبيزو ياسر علي هاد نتيجة حتى انت زادة تتبع فيه بوليت مش مشكل قولكم حاجة ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير